تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر من إحدى سوبر ماركت في مدينة النبطية، وتحديدا في بلدة كفر الرومان الجنوبية، حيث نتابع يعني مستجدات أزمة الخبز. اللافت أنه أثناء جولتنا لو نوصل إلى هذه السوبر ماركت ولا سوبر ماركت فيها خبز، ما بعرف شو سبب أنه الرفوف رفوف الخبز اليوم فاضي من السوبر ماركت. رح نعرف طبعا التفاصيل الإضافية مع النائب شحاد المصري اللي بعد شوي رح نكون عم ناخده عبر اتصال مفصل، وايضا رح يكشف لصوت بيروت انترناشونال معلومات لاول مره وشو مصير الدعوه اللي كانوا قد تقدموا بها كنقابه عمال المخابز والافران. اود ان اشير الى انه ارتفع سعر ربطه الخبز، واصدرت وزاره الاقتصاد اليوم او امس الاثنين سعر جديد للخبز، تحدد بالخبز المتوسطه الحجم ب 35,000 والكبيره ب 44,000. لافت انه بهيدا الجدول لم يصدر وزير الاقتصاد تسعيرة للربطة الصغيرة، وعند سؤالنا حول لماذا كان الجواب بأنه هذه باتت غير مدعومة، وتفاصيل أكثر رح نطلع عليها بعد شوي مع النائب شحادي المصري. بالإضافة إلى ذلك، أجور العمال لعبت دور بغلاء سعر ربطة الخبز، وكان أمس مشاهد لطوابير أمام بعض الأفران قبيل أنه ترتفع سعرها، أو خوفا من أنه يرتفع سعرها إضافي اليوم، لأنه اليوم الدولار 100,000، يعني أكيد رح يكون في ارتفاع إضافي بسعر ربطة الخبز. قبل سعادة النائب بدي حييك، صباح الخير. اهلا، صباح النور. يا هلا، خليك معي على التليفون، رح كون عم باخذ صاحب السوبر ماركت يعطيك العافيه. اهلا صباح النور. يعني معي سعاده النائب شحاد المصري، نائب عمال الافران والمخابز العربيه. بدي تقول له انه ما عندك ولا ربطه خبز اليوم بالسوبر ماركت، ونساله شو السبب. نحن اليوم تفاجئنا انه ما في خبز، مع انه امبارح كان الخبز متوفر والكل كانوا عم ينزلوا، بس كانت الاسعار عم تتفاوت ما بين فرن وفرن. يعني فرن كان عم يسلمنا ب 40,000، في افران كانت عم يسلمنا 42,000 الربطه، بس وعدونا انه اليوم ما في خبز. ليه ما عرفنا؟ وبالنسبه لربط الربطه الصغيره كمان قالوا انه رفعوا عنا الدعم وبتوصل لل 120,000. هلا هيدا الكلام مزبوط مش مزبوط ما بعرف، بس اليوم تفاجئنا انه مثل ما قالوا امبارح الكشفان اللي بيجي لعنا مثل ما قال مزبوط ما في خبز. طيب. يعني الصبح نطلع الخبز وما في خبز. شكرا لك سعادة النائب. شو بدنا نجاوب بداية على هدول السؤالين؟ ليه اليوم ما في خبز بالسوبر ماركت أو ببعض السوبر ماركت تم أجزه مسبب حالة من الهلع؟ وليش ربطة الخبز عم تنباع الصغيرة تحديدا، مش الوسط ولا الكبير، عم تنباع ب 120,000 سوق سوداء؟ أول شيء صباح الخير ويسعد صباحكم ويعطيكم العافية. من سنين عم تصدر تسعيرة عن وزارة الاقتصاد بالأخص بربطة الخبز لحجم صغير. هيدي ربطة الخبز اليوم قبل كل شيء اللي بيستعملوها هن التلاميذ والطلاب وهالفقراء المعترين، وبالأخص بمناطق الشمال اللي فيها بشمال عشرات الأفران. وهيدي الأفران مهددة للإقفال وتشريد عمالها، إضافة إلى أفران بصيدا وبالجنوب. هيدي بمنطقة شمال منطقة الفقر والحرمان أو بمنطقة الجنوب، وين هي هالمنتجعات السياحية وهالفنادق الفاخرة، وين هي المطاعم اللي بتبيع اليوم سندوشتها بمية وبمية وخمسين ألف ليرة. نحن مش باستطاعتنا ولا باستطاعة الفقراء والعمال يشتروا السندويش ب 150,000. ليش اليوم ليتحول هيدا ربطة الخبز لا يرفعوا دعم الطحين عنها؟ نحن هلأ من هون بنتوجه لمعالي وزير الاقتصاد، واللي هو بيعتبر انه رغيف الخبز حق مقدس لجميع اللبنانيين، لجميع المواطنين بشكل عام. وين هو هالحق المقدس برغيف خبز الفقراء والعمال والمحتاجين، وخاصة بهالأيام العالم قاعدة بلا شغل، بالانهيار الاقتصادي، بالفقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وصار كل أنظار العالم والمواطنين متجهة صوب رغيف الخبز، لأنه أصبح القوت اليومي مع المي لكل المواطنين، لأكترية المواطنين.
نعم. طيب استاذ شحاده، خبرني عن ازمه الخبز حاليا. امبارح ببيان لحضرتكم لنقابه عمال المخابز ببيروت وجبل لبنان بتقول انه اجور العمال من ضمن كلفه وصناعه ربطه الخبز، وكل زياده على سعر الربطه عباره نظرا للارتفاع اجور العمال في صناعه الخبز. يعني اجور العمال هي اللي عم تخلي ربطه الخبز يرتفع سعرها اليوم بالاضافه للدولار طبعا. في شغلة أنا بدي أوضحها أمام الجميع وأمام الرأي العام. نعم تفضل. أسعر تغلى ربطة الخبز بسبب ارتفاع سعر الدولار؟ ولا مرة يقولوا ارتفع سعر ربطة الخبز من شان أجور العمال. نعم. نحن عمال الأفران، عمال المخابز، ما زلنا لغاية اليوم عم نشتغل أكثر من 12 ساعة بدون عطلة أسبوعية وإجازة سنوية، وبكل المواد أو كل الأشياء اللي بيطبق عليها قانون العمل أو قانون العمل اللبناني لغاية اليوم ما بيطبق على عمال الأفران، ما حدا زايد. وهيدي كل مرة بتسعير ربطة الخبز نظرا لارتفاع أجور العمال بصناعة الخبز اللبناني أو الأبيض يسمحوا لنا فيها. لحديت هلأ بضمن الدراسة اللي عاملينها، وهيدي الدراسة اللي سميتها العرجة أنا من أيام وزير الاقتصاد رؤول نعمة، يتفضلوا يبينوا لنا إياها وينها، وين أجور العمال بالتفاصيل. حتى ما يقولوا العمال قضائي. العمال ما بقى يقولونا إن العمال اليوم الحلقة الأضعف. ما بقى يقولوا العمال، العمال مش السبب بارتفاع أسعار الخبز. نعم، شو مصير الدعوة اللي تقدمتوا فيها ضد وزير الاقتصاد أو ضد الوزارة بشكل عام؟ وأيضاً بحسب المعلومات إنكم ربحتوا الدعوة اليوم، وهي بتتعلق أيضاً بطحين المدعوم. نحن رفعنا دعوة لأنه وقت اللي شكل لجنة، أول لجنة كنا نحن من أعضاء اللجنة، وكان في معنا جمعية المستهلك، وكان في معنا من وزارة الزراعة ومن خبراء اقتصاد وإعلاميين. فبحجة وباء كورونا أبعد الكل عن اللجنة. شوف الوان البدع. ضل اثنين، كان في ممثلين لأصحاب العمل وممثل واحد على العمال. قاموا زادوا أعضاء اللجنة 4 أصحاب العمل ولا واحد عمال. نعم استاذ شحاده، بالنسبه لربط نعم اليوم عملنا مؤتمر صحفي الشهير ب 14 تموز، ودعينا وزير الاقتصاد رؤول نعمه بهداك الوقت لتصحيح الخلل بالدراسه. نعم. وعلى اساس هيدي وقت ما شفنا تصحيح خلل وما بني على الباطل فهو يتعدل القرار 29 حاشين 2/3 بتاريخ 2/3/23. ما اصلا ما هيدي اللي القرار صادر ب 25 او 28/5/21، ما هيدا ما في حدا لا بدك تستند عليه. ما هو معالي الوزير الاقتصاد من اول ما ربحنا الدعوه، ونحن ما ربحناها كنقابه، ربحها رغيف المواطن والمواطنين، كانت الدعوه لصالح المواطنين. من يوم اول ما استلم وزاره الاقتصاد ورحنا لعنده، كان مستشاره المحامي محمد الحريري، وبدهم يشكلوا لجنه من هداك الوقت لغايه الشهر الماضي، كنت عند معالي الوزير وقال لي اولى بالاعلام، وقلت على عدة محطات، قلت بالبشائر البشائر، وقلت على تلفزيون الجديد، وقلت على تلفزيون لبنان، انه بأقرب وقت بدها تتشكل لجنة لحماية رغيف الخبز والحفاظ على حقوق اصحاب الافران وحماية حقوق العمال. بنتفاجأ نحن بيوم الجمعة بصدور هذا القرار، انه بتسعيرة الخبز، وين هي العمال؟ ما نحن اصلا معترضين على هيدي اللجنه. نعم. معترضين على العناصر. نحن بدنا لجنه بكل شفافيه وموضوعيه تكون دراستها على ارض الواقع ومن جميع المعنيين بصناعه رغيف الخبز، من مهندسين صناعيين اللي بيصنعوا بيوت النار. نعم. لا
نعم. الكل اللي له علاقة من عمال وأصحاب العمل حتى خبراء محاسبة لحتى نعم. نضل محافظين نعم. على رغيف الخبز كفى سعادة النائب تعدي على رغيف نعم. خبز الفقراء هيدا رغيفنا بدنا ندافع عنه نعم. إذا سعادة النائب خليك معي بدي أقول لك نعم بدي أقول لك أو عفوا خليني أكمل نعم. يلا تفضل سريعا رئيس الحكومة وكل الوزراء المعنيين يتفضلوا يحموا رغيف خبز المواطنين وخاصة بعد فيه 10 أيام أو 10 أشهر لا يخلص الدعم عن الخبز. طيب استاذ شحادي خليك معي على الخط بقدر احكيك يعطيك العافيه. انا وعم بحكيك هلا سعاده النائب وصل الخبز بهيدي الاثناء على السوبر ماركت. خليني اقابل موزع الخبز. عم تقول له لصاحب السوبر ماركت انه ما بقى في ربطه خبز صغيره او اذا بدك تجيبها بدك تدفع حقها قد الكبيره. 100% صحيح. يعني ربطه خبز صغيره صارت علينا نحن بالفرن 35 بدنا نسلمها ب 37 او 38. طب ليش مع انه رغيف صغير يعني يا عمي هيدي 353 جرام هيديك الصغيره والكبيره 800 وشي بدها تصفي بسعر بدها تصفي نفس السعر هيدي بدها تصير ب 42 45 هيديك ب 40. طيب والوسط كمان شفتك ما نزلت وسط. هيدي هي الوسط الكبيره هي اللي بعد هيدي 800 جرام في ال 1000 جرام هيديك بال 50. هلا هيدي قديش عم تنباع؟ 45,000 مفروض. 45,000 شكرا لك. سعادة النائب يعني سمعنا هلا من وزع الخبز انه الربطة الصغيرة خلص صارت بسعر الكبيرة او ببعض الافران ما بقى عم يوزعوا ربطة خبز صغيرة. انا بدي اتشكرك نائب عمال الافران. يلا سريعا لو سمحت لضيق الوقت سريعا. انا بقول وقت اللي بيصير عنا وزير اقتصاد مزبوط وهيئة تفتيش ومراقبة بالأفران نعم. وليرجعوا أصحاب الأفران يبيعوا الخبز على الميزان ما ينقص ولا جرام خبز لا 50 جرام ولا 100 ولا نعم. بحجة القطاعة وغير القطاعة. هيدا الخبز اللي عم يروح على المحلات اللي عم يروح ليش بده يزيد سعره هالقد؟ لا بده يصير في عنا تسعيرة الربطة والوزن بالجرام. معروف الأوتيلات وينية روحوا بيعوا الأوتيلات والمطاعم هلأ بيعجز بالأوتيل أو المطعم أنه ياخد يشتري خبز من السوبر ماركت ما بيعجز. شكرا. وين هذا الفران كيف عم تخلطوا الطحين المدعوم والإكسترا الغير مدعوم بصناعة هذا الفرن بهذا النوع من الخبز؟ ليش ما بتحددوا أفران معينة تكون تحت المراقبة وتكون العين السهرة إلها للجنة تكون مشكلة من جميع الأطراف ليكون هذا الخبز مظبوط طحينه غير مدعوم ويروح للمطاعم وللفنادق للأماكن السياحية. شكرا لك سعادة النائب. شكرا لك سعادة النائب نائب عمال المخابز والأفران العربية الأستاذ شحادي المصري. شكرا كثير لك على هذا الاتصال وعلى هذه المعلومات اللي كشفتها اليوم واللي تحدثنا عنها. شكرا لك سعادة النائب شحادي المصري. فإذا مستمعينا وأيضا مشاهدينا عبر صوت بيروت انترناشونال يعني وصل الخبز ولكن هذه الربطة رح تنباع ب 45,000 ليرة لبنانية والربطة الصغيرة يبدو أنه رح نفقدها من الأسواق الأسواق اللبنانية للأسف. شكرا لك سعادة النائب. مشاهدينا أيضا الشكر موصول لكم من كفر رومان النبطي إبراهيم ضوء على عمال صوت بيروت انترناشونال والله يعين اللبناني والله يعين الفقير.